أنا جيت فعلاً في 1992. أنتوا ما تخيلوش أن أنا جيت زي يدوبك 10 أيام كنت في مصر، ومصر هزت الأرض تحتي، كان بتحز كده، وأنا كنت بذاكر عربي وقلت يا رب. الحيطان عملوا كده، اللمبة عملت كده، وانت عملت كده. طبعا انا لوحدي في البيت، هروح فين؟ لسه ما شفتش الجيران، لسه ما عرفتش حد. نزلت جريت من دور الرابع تحت هافية من الخوف، يدوبك في جيبي الباسبور، لقش حصل حاجة وانا لازم اسيب البلد يعني. بس الحمد لله لقيت ناس تحت كلهم ما حصلش حاجة. عرفت على جيران، عرفت على ناس كتير. الغريبة بقى أنا هنا جاية من بلد صغير، كرة صغيرة في هولندا. القرية ده قريب من بلد كبير اللي فيها جامعة، اللي أنا عملت دراسات علشان التربية والتعليم. اشتغلت كتير مع أطفال، عملت دراسات على الأطفال اللي عندهم مشاكل في التعليم. درست طرق تعليم، وجيت لمصر علشان أعمل إيه؟ ما عرفتش بالظبط هعمل إيه. بس الأرضية هزت. جيت للبلد اللي فيها 15 مليون بشر. اكتشفت بسرعة في أسرع وقت أن الناس هنا فعلا ناس حلوين جدا جدا جدا. لقيت عيلتي. بيقولوا لي تعالي مش لازم تطبخي لوحدك، احنا ناكل مع بعض. كلت الفول، كلت الطعمية، لغاية النهاردة ده الأكل المفضل ليا على فكرة. الملوخية، المحشي، ما تخيلوش. الناس دافية، عايزين يسمعوني. كنت بعرف أتكلم كلمتين ثلاثة أربعة بالعربي، هما علموني الخامس والسادس والعاشر. علموني أنت على سنجة عشرة. ما فهمتش معنى النهاردة، الحمد لله يعني بفهمها يعني. الناس فعلا حلوين قوي، وحسيت أن أنا أبدأ أعيش من جديد. أنا بديت أشتغل مع الأطفال اللي ما يعرفوش يتعلموا قوي، اللي في مركز زاوية خاصة زي ما الناس بيقولوا. أنا مغزوزة على فكرة. لما دخلت البلد وما عرفتش عربي، اشتغلت مع الأطفال دول اللي بيقولوا كلمة كلمتين، وقعدت معهم على الأرض، لعبت معهم مكعبات، مكعب فوق مكعب فوق مكعب، هم يقلدوني، هم يبصوا لي، هم بيضحكوا معايا وانا بضحك معهم. اللغة الجسد ما كانش بتفرق، احنا كنا بنفهم بعض. وشوية شوية عشان كان في دكتور تخاطب معنا، هم اتعلموا يتكلموا وانا اتعلمت اتكلم، وكده من خلال سنتين انا كنت متقدمة عنهم. طبعاً أنا زرت بيوت كتير عشان المصريين بيقولوا تعالي، وأنا بحب ناس، بحب زور ناس، بحب أكون معهم. تعلمت حاجات كتير. مرة دي لازم أقول لكم، كنت بشرب شاي مع صاحبتي، التليفون بيرن وبنتها بترد التليفون. ألو يا طنط فاطمة؟ أيوة أنت يا ماما؟ ماما طنط فاطمة موجودة بتسأل إذا كان أنت موجودة ولا لأ؟ لا مش موجودة طنط فاطمة، هي مش موجودة.
في يوم من الأيام قابلت ناس من برا القاهرة قالوا لي يوم الجمعة لازم تيجي عندنا تتغدي عندنا بعد الصلاة تيجي تقف عند محطة المترو وأنا هاجي وأخدك أنكل قال ماشي أنا هولندية ساعة واحدة بالظبط واقف عند المترو واحدة وربع مفيش واحدة ونص مفيش يا ممكن ما فهمتش العربي بتاعته بس الحمد لله ساعة اتنين إلا دقيقة هو جه عملوا لي أكل فظيع المهم بلاش عن الأكل خلينا نكمل اللي احنا شوفنا تاني في يوم دخلت الفصل في المركز اللي انا كنت مشتغل فيها المدرسة واقفة ألف أرنب بابطة بقول لها انت بتعملي ايه لا انا عندي حصة عربي دلوقتي عربي وتعملي ده كده كان في اربع عيال عندها واحد ما يتكلمش التاني بيتكلم نص كوم تالت الهم من الحكاية أن أنا مش عارف أفهم أن هي عندها ساعة لغة عربية وكل ربع ساعة هي بتحرك مع طفل والثلاثة الباقي بيبصوا عليها ليه بتعملي ده؟ علشان دي ما يقدرش يكتب دي ما يقدرش يقرأ دي ما يقدرش يتكلم كل واحد محتاج حاجة مختلفة من ساعات أنا روحت وقعت مع نفسي وقلت يا رب أنا أقدر أعمل إيه علشان نساعد الأطفال أن هما يقدروا يكونوا مبسوطين أن هما يقدروا يكونوا مشغولين أن هما يقدروا يتعلموا حاجة مع بعض وفي الحقيقي اللي حصل خلال الفترة دول أن أنا بديت أحس بالمصريين بديت أحس بالحياة بديت أحس بالأطفال أنا بديت أتحرك أتمشى من جديد أنا بديت أتكلم من جديد كل يوم اتعلمت 15 كلمات ولما تاخد كده 10 كلمات كل يوم ده 300 في 30 يوم وده في سنة طبعا كتير ومن هنا خلال سنتين ثلاثة أربعة أنا عرفت أعمل حاجات كتير في مصر بس قابلت ولد في الحضانة اللي يترعش بس قلت للناس ليه الولد كده قالت لي بصي هو كان في المدرسة في التاني ابتدائي بس أحمد مرفوض هو ما يقدرش يقعد ويكتب اللي المس بتقول ومن هنا هم قالوا خلي الولد عندكم أحسن بس ليه الولد بترعش علشان كانوا بيضربوا كتير قلبي واقفة بنضرب ولد علشان ما يقدرش يتعلم كملت افكر ازاي اقدر اساعد الناس من هنا بعد اسبوع انا رحت للحضانه واخدت شنطه معايا اللي فيها لبن اللي فيها جبنه اللي فيها سمنه اللي فيها بقره لما كانش بقره فيها دخلت الفصل وقلت للأطفال أنتوا عارفين ده إيه؟ وشافوا كده الإزاز اللي فيها لبن قالوا لبن كان معانا كوبايات وكل طفل شرب شوي من اللبن بعدين كنا بنتكلم عن اللون وعن الطعم بعدين قلت لهم ده إيه؟ لبن يا ميس لبن اللبن أنت تسمع الأول إيه لما تقول لبن؟ برافو ليكو وانا اسمي ايه ليزا ايوه ليزا واللبن ده نفس ال صح بعدين سالتهم اللبن جاي منين الحوارات كملوا كده بقى ان احنا كنا بنتكلم عن الشخص اللي بيبيع اللبن واللبن اصلا جاي من البقره وازاي احنا نقدر نعمل شوكليت ميلك وازاي احنا نقدر نعمل شوكولاته وازاي احنا نقدر نعمل بان كيكس كل على بعض
ساعة والأطفال مبسوطين مشغولين، هما كانوا بيشموا كانوا بيشوفوا كانوا بيتكلموا. اليوم بعديه عملنا كده ركن في الفصل وحطينا كل الحاجات اللي مربوطة باللبن فيها، والأطفال بدأوا يشاركوا مع بعض أنهم يشتروا ويبيعوا. كان معهم فلوس فعلا، واحد يشتري والتاني يبيع، وان هو ياخد الفلوس اللي هو دفع اللي لازم ترجع له. الأطفال كانوا مبسوطين ويتحركوا. وبعدين الميس قالت أنا عارف كمان أغنية اللي أنا اللبن يا ميس. قلت لها خلاص نغنيها كمان. احنا كملنا مع بعض ألعاب كتير علشان الأطفال اللي عايزين يتعلموا، مش أن هم لازم يتعلموا علشان أنا بقول ده، لا، الطفل عايز يتعلم، هو عايز يكتشف. مش كلنا عارفين أن الطفل عايز يمسك كل حاجة لما يكون صغير، هو لازم يحس، هو عايز يحس بكل حاجة، هو عايز يتحرك، هو عايز يعرف ده إيه، عشان كده هو بيعمل ده. الطفل ده بيحب الألعاب، ومن هنا لما احنا بدينا نلعب مع بعض هما بداوا يتعاونوا مع بعض، كانوا بيستنوا دورهم. وما كانش لازم ان الميس بتقول يلا اقعد هنا استنى اعمل كذا او كذا، لا، الاطفال كانوا موتيه موت. الاطفال كانوا بيبصوا في الكتب مع بعض، وكتاب كبير كانت على الارض واثنين ثلاثه قاعدين قدام الكتاب، واحدة بتحكي، التاني بتسمع، التالت بيسأل. كانت حاجة جميلة جدا. بعد ما احنا كنا مع بعض في الفصل واشتغلنا، رحنا للجاردن بتاع الحضانة دي وكانوا بيلعبوا مع بعض. وعايز اشاوركوا على حاجة اللي جوه الطفل. البنت الصغيرة اللي انتوا شايفين هنا واقفة كده ليه؟ علشان الولد اللي يقعد فوق بيقول أنا خايف أنا مش قادر أنزل، وهي بتقول ما تخافش أحنا هنا هنساعدك. ده الأطفال. لما تشوف السلوكيات متاع الأطفال، أطفال نقي اللي أمنين مع نفسهم اللي عايزين يكونوا جنب الآخر. وبعدين المنظر متاع الفصل اللي فيها 40-50 طفل قدام ميس اللي بتقعد اللي بتقف، الأطفال قاعدين وما يتحركوش. أنا كنت عزينة أقدر أعمل إيه؟ الأطفال لازم يتعلموا يكونوا زي ما أنا اتعلمت أن أنا أقدر أكون في مصر، أن أنا أقدر أتكلم، أن أنا أقدر أحس بالآخر، أن أنا أقدر أكون موجود علشان يساعد. الأطفال لازم يتطوروا نفسهم أنهم يقدروا يكونوا شخص مستقل، يكونوا شخص مسؤول، يكونوا شخص اللي يحترموا الآخر، يكونوا شخص اللي يعرف حدودهم، يكونوا شخص اللي يعرفوا نفسهم، يكونوا على التواصل مع نفسهم، يعرفوا اللي مسموح واللي مش مسموح، مش علشان بابا أو ماما أو الميس بتقول ده، بس علشان في ضمير اللي بتقول دوت، وأن هم يتعلموا الفرق بين الخير والشر، بين اللي مفيد واللي مش مفيد، والكبار حوليهم يساعدوهم بس أن هم يكتشفوا دوت. ومن هنا ميدو بقت ابني. ميدو بقت ولد اللي بيساعد ماما، اللي بيقول شكرا، اللي بيقول اتفضل، اللي بيقول يا طنط ممكن نساعدك. ميدو بقت ولد اللي مهتمة بالحيوانات الصغيرة اللي في الشارع، بالسوسو اللي عندها كتن صغير ويقعد جنب انكل وبيقعد في الشارع وهو عايز يكون جنبهم ويحميهم. ميدو بقت ولد اللي يروح للسوق ويشتري حاجة لماما، أو يشيل الشنطة لماما، أو يختار اللي هو بياكل. ميدو بقت الولد اللي في البداية ما كانش عايز ياكل خضار، بس في الآخر عايز ياكل خضار علشان يعرف أن لما ياكل إسبانيخ أن هو يكون ولد قوي وما تجيلوش أمراض.
ميدو بقت ولد اللي بيروح للمدرسة ويتعلم حروف وكلمات، وميدو بقت ولد مختلف عن الأطفال اللي أنا شفته قبل ما أنا قابلت ميدو. الأطفال التانيين كانوا بيقرأوا كلمات كفرسينيا كرسي، لم ميم باتر مبوتا، ده كلمة إيه؟ يا إيه ده؟ أنت شاطرين قوي. لامبا، دي إيه؟ لامبا، كده تقدر تسمع الكلمة. فار، فار. لما تقول صوت الحرف أنت تعرف تستهج الكلمات، أنت تعرف تعمل البلندنج. ميدو اتعلمت يطور المهارات اللي هو محتاج علشان يقدر يتعلم كلمات، يقرأ كلمات، يقول كلمات. ميدو عايش في مصر، ومن هنا البرنامج ميدو في العالم الحروف طورت نفسها سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة، بالبركة المصريين اللي كانوا معايا، اللي كانوا بيساعدوني، اللي كانوا بيديروا الاقتراحات، اللي كانوا بيكتبوا بالعربي، وأنا كنت جنبهم علشان طريق التعليم تكون شمولية. أن احنا نتحرك، نبدأ نتكلم، نطور اللغة. اللغة مش مجرد أن الطفل يقول كلمات، لا، أن هو يقول جمل، أن هو يسأل، أن هو يدور على الحلول متاع المشاكل، أن هو يطور التفكير النقي. الطفل صغير ده، الطفل صغير ده هو يقدر، ولما هو يتعود على كل ده وهو صغير هو يعرف يعمل ده لما يكون كبير. من هنا بقت الدليل متاع البرنامج كتاب قد كده، يعني 300 صفحة. تخيلوا لما المدرسين يشوفوا ده لأول مرة يقولوا لا البرنامج ده مش ليا. بس في نفس الوقت الناس اللي عايزين فعلا يتعلموا الأطفال حاجة مختلفة ويعيشوا التحدي يتعلموا حاجة لنفسهم أولا، وبعدين يقدر يتعلموا ده الأطفال. البرنامج طورت نفسها مع قصص مصرية بحتة، جنبها الدليل طبعا، بوسترات اللي بنستخدم مع الدروس، و علبة اللي فيها كروت، فلاش كاردز، كلمات اللي هم يتعلموا كلمات، مش بس كلمات، الصورة والكلمات والحروف. ده في حد ذات طبعا مش غريبة، أي حد بيعمل دوت، بس الفكرة أن احنا نتحرك مع بعض على الألعاب وعلى الحركة، وأحنا نطور الطفل كطفل، مش بس أن هو يعرف الحروف ويعرف يكتب. دي تميز البرنامج. من هنا في ناس في الصعيد، في القاهرة، في الدلتا اللي بيشتغلوا مع البرامج. هنا في القاهرة Educate Me، تعلمني، اللي بيشتغلوا مع الأطفال الشوارع بيستخدموا البرنامج، والأطفال هناك بيحسوا بميدو، ونفسيا وعاطفيا هم يطوروا نفسهم وبيحبوا البرنامج. الأطفال يتعلموا أن هم يكونوا، الطفل يتعلم يكون. أي بشر محتاج دوت، أي بشر محتاج أن هو يقدر يكون، أن هو مع جسمه يحس بالعاطفة بتاعته، عقله بتركب على العاطفة وإرادة بتاعته تكون في الاتزان مع كل دوت. لما أنا عايز أتعلم عقلي تفتح والعاطفة بتاعتي هتخش الاتجاه دوت، لما أنا مش عايزة أتعلم عقلي بتقفل. من هنا أقدر أقول لكم حلمي ممكن كبير، بس الحلم يقدر يكون كبير، أن كل الأطفال المصريون هيحبوا العربي، هيحبوا يكتبوا ويقرأوا بالعربي، أن كل الأطفال المصريون هيحبوا بلادنا، ثقافتنا، حياتنا. شكرا.
هو الحقيقة كان المفروض إنه يبقى فيه أسئلة كتير ليها علاقة بإزاي الناس تقدر توصل لمرحلة إن هي تعلم أولادها في البيت وتحب ويحب اللغة العربية، ودي مأساة كبيرة جدا إزاي نتخلص منها. إحنا آسفين عشان الوقت كبير، لكن ليزا هتبقى موجودة، اللي حابب يتواصل معاها ويعرف إزاي يقدر يوصل للبرنامج، إنه ده مهم. الناس كتير بدأت فعلا تتخلى عن التعليم العادي وتبدأ تربي هي أولادها وتبدأ تعلمهم ده، فنقدر نتواصل معاها بعد ما نخلص اليوم، وهي هتكون مرحبة بأنها تعرفكم على برنامج ميدو. ممكن هعجبك بقى أقول مدام أفضل نشتغل على فيسبوك وتويتر، في الفيسبوك صفحة ميدو في العالم الحروف، لما تفتح دوت تقدر تلاقيني في أي وقت في أي مكان. شكرا.